ناس كتيرة، مش هنقول كل الناس طبعا، بقت بتصحى من النوم كده تقول الكلام على ايه النهاردة، في ايه اللي حاصل النهاردة، ايه الترند بتاع النهاردة. الناس هوس الترند بقى شاغل ناس كتيرة جدا، ده بقى هدف للأسف من الأهداف الأساسية لناس كتيرة أو لبعض الشباب، قصة السوشيال ميديا والفيديوهات كمان والترندات اللي بقت بتشغل بال كتير من الشباب، وبقى عندهم حاجة مهمة جدا وهي اللايكات. أنا منزل صورة دلوقتي أو منزل فيديو جاب كام لايك، عمل كام مشاهدة، بغض النظر ايه اللي هو بيقدمه، المهم كام لايك كام مشاهدة كام شير، ده اللي بيفرق عند الناس. بتلاقي ناس على السوشيال ميديا بتزعق لناس تانية ما تعرفهاش، تقول لهم انتوا موجودين في البروفايل بتاعي ومش بلاقيكم بتعملوا مشاركات ومش بلاقيكم بتعملوا لايكات ومش بلاقيكم بتعملوا، فانتوا قاعدين، يبقى انتوا قاعدين بتراقبوني، ويسموهم ابراج المراقبه وحاجات بتبقى غريبه جدا، وكان كل واحد موجود عندك في قائمه اصدقائك هو فرض عليه ان هو لازم كل يوم كانه بيمضي عندك يعني في البروفايل، حاجه بتبقى غريبه جدا. ازاي نبعد عن ولادنا هوس الشهره وهوس الترند وهوس ان هم يبقى طول الوقت بيقعدوا يخلوا الناس تعمل لهم شير وتعمل لهم لايكس؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور امجد احمد جبر، استاذ مساعد الطب النفسي بجامعه الازهر. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا بيك، ازي حضرتك؟ ايه الحكايه؟ ايه الترند عامل مشاكل ليه؟ طبعا زي حضرتك قلت كده، هو بيبقى فيه ضغط على الشباب او خاصه فئه المراهقين بالذات في حتة الترند أو الهوس بالشهرة أو الانشغال بالسوشيال ميديا. يمكن ده بيجي نتيجة طبعا الأوقات الفراغ الكتير اللي بتبقى متاحة بالنسبة للفئة دي، أو إن هو بيشوف إن ده جزء من شخصيته أو هويته اللي بيقدمها للناس. وزي ما حضرتك ذكرت كده، يعني ناس كتير بقت بانية دلوقتي حتة اللايكس أو الحاجات الإعجابات اللي بتتم، إن قد إيه هو مقبول أو مرفوض من أصدقائه أو من الناس اللي حواليه. فده بيعزز، بيبقى نوع من التعزيز اللي هو بيحصل عليه من السوشيال ميديا، اللي ممكن بيكون له تأثير نفسي على حالته النفسية أو على بناء شخصيته. فده بيساعده كتير إن هو يعرف هو فين من صحابه مقبول مرفوض، إيه المهارات اللي عنده، إيه الحاجات اللي ممكن يستفيد منها، إيه الحاجات اللي ممكن يقدر من خلالها يشوف هو فين بينه وبين أقرانه، لأن دي نقطة بتبقى مهمة جدا. ده يخلينا نرجع ورا شوية بقى ونشوف إيه السبب اللي خلى الشاب ده وصل لهذه المرحلة. بالظبط كده، يعني هل هو بيستخدمه للسوشيال ميديا، هو بيستخدمها ازاي؟ يعني يمكن زي ما حضرتك عارف، لا انا كنت اقصد في التربيه هو صغير شويه، يعني ايه اللي وصله لمرحله انه قاعد مستني يشوف الكام اعجاب هيجي له على صورته، يعني قاعد مستني يشوف نظره الناس ليه؟ هنا بقى بنروح لدور الاسره. زي ما حضرتك بتلمح كده بالظبط كده، هو الطفل ده احنا بنائنا يعني بناء الشخصيه بتاعه شكله ايه، او ادراكه لذاته او ثقته في نفسه شكلها عامله ازاي؟ هو الطفل عاده وهو بيمر بمراحل النمو، ويمكن ده اللي بيحصل دلوقتي حاليا مع السوشيال ميديا او الانترنت، ان انت بتحس حاليا كده، عارف زي ما تكون دخلت فيلم سينما او اي حاجه، بواحد وانت خارج قال لك الفيلم حلو قوي، في الاخر هيحصل كذا كذا. فاللي بيحصل بالظبط مع الطفوله دلوقتي كده، الاطفال بقوا بيعيشوا حاجات ومراحل اكبر من سنهم واكبر من عمرهم، والضغط عليهم حتى اصلا ان هو حتى يبقى كمؤثر على السوشيال ميديا او الترند او القصه، بقينا بنبص نلاقي الاطفال او المراهقين بدا يخشوا في حاجات بدات تاخد جزء كبير من اهتماماتهم او تفكيرهم او حتى هواياتهم شكلها ايه. يعني احنا قلقنا كله من هوس الترند او هوس الشهرة على السوشيال ميديا في ايه؟ ان بقت كل الناس بتستسهله او كل الاطفال بتستسهله، لدرجه ان اولياء الامور او الاباء بقوا بيحسوا ان في مشكله، هو انا ازاي اتعامل مع ابني او مع بنتي في الجزئيه دي، وازاي اقدر افهمه طبيعه الحياه؟ والله دي مشكله وكبيره. انا عايزه اقول لحضرتك، اطفال صغيرين صحاب بنتي 8 سنين و7 سنين، يعني هم اصلا كلهم يعني قانونا في قانون السوشيال ميديا هم مش المفروض يبقى عندهم اكاونتس اصلا يعني، ولكن بتلاقي الاكاونت كل اللي عليه 6 7 اللي هم في الكلاس يعني، وبيعملوا لايف وطول الوقت طالعين يكلموا بعض، هاي جايز كلكم سالتوني عن مش كلكم مين انتوا اصلا محدش يعرفك مش تسالوا وكلكم ده اللي هم 5 6. فاطفال في السن ده بقى عندهم هوس بالظبط، لان هو كطفل زي ما حضرتك بتقولي كده، هو مشغول دايما بالمخيله بتاعته، بصورته شكلها ايه، اصحابه شكلها ايه. والنقطه الحلوه اللي حضرتك قلتها ان هم بدأوا يتخانقوا، فبدأت حتة السوشيال ميديا أو الجروبس أو اللايكات أو الصفحات اللي موجودة، بدل ما تنمي مهاراتهم الاجتماعية بقت مشكلة في إن هم ممكن يوصلوا حتى لتنمر إلكتروني أو يشكلوا يخشوا في مشاكل نفسية تانية. فتلاقيني مثلا زي ما حضرتك بتقول كده، أنت عملت ده لايك وما عملتليش لايك، لا أنت علقت لفلان وما علقتش، لا طب أنا مش شفتني، طب خش شوف، طب لدرجة الموضوع ممكن يتعارض مع حياته أو مع مذاكرته مع دراسته مع نومه أحيانا مع الوقت اللي بيقضيه مع أسرته مع القصة. ودي نقطة هتخلينا نقول طول الوقت، هو احنا مسموح لنا امتى ان احنا نستخدم
السوشيال ميديا مستخدمين، زي حضرتك قلت كده، ممكن يبقى اطفال لسه سنهم صغير وبدا يخشوا في مواقع او يخشوا في تطبيقات في ابلكيشنز وحاجات كده. مسموح ليك من اقل من عمر 16 كدا. سنه بالظبط، ولكن ودي غلط يعني اغلب الاهالي من الاسر طبعا احنا ولكن برضه يا دكتور الولاد طريقه تعليمهم الاغلب الاعم حتى استخدام التابلتس في المدارس بالذات كمان للاكبر سنا شويه من اول الاعداديه والثانوي هم بيحتاجوا انهم يبقوا موجودين اونلاين طول الوقت. هو موجود اونلاين بس انا لازم الرقابه تكون موجوده طول الوقت، سواء الرقابه من زي ما حضرتك قولي كده من المدرسه تمام ازاي، او من الرقابه من الاسره. وهنا بقى المشكله اللي بتقابل دايما الاسر ان هي قله الوقت قله الطاقه اللي عنده ان هو يديها لاولاده انه يتعامل معاهم، انه يعني اولا احيانا بتلاقي مثلا ناس كتير جدا مش عارفه ان اولادها عندها تيك توك او مش عارفه ان اولادها منزلين ابلكيشنز معينه او ما عندهمش المعلومات دي، وبالتالي هو بيتفاجئ ان ابنه موجود على السوشيال ميديا او حد مشير له حاجه هو ما يعرفهاش، او ان الطفل او الابن تعرض لمشكله او دخل في مشكله مثلا تنمر او سوء استعمال لصور شخصيه ليه او لفيديوز او لحاجات من كده والاهل ما يعرفوش حاجه من كده. فضروري قوي وانا بديله تولز لازم اكون عارف هو هيستخدمها ازاي، لازم اكون انا عارف كمان كرقابه والديه اكون موجود. حتى في احيانا دلوقتي يقول لك انا هعمل الفاميلي كنترول او هعمل الفاميلي المتابعه بتاعه الاسره، لا في ابس دلوقتي في ابلكيشنز بتتغلب على الحاجات دي كلها وبتعديها وهم الولاد عارفين كده كويس. المعلومه الاهم فكره التحايل حتى في تاريخ الميلاد يمكن يعني حاجه دي ما تجيش في دماغنا بس جت في دماغهم هم بتيجي في دماغهم هو وهو الولاد كمان عارفين ان اهاليهم ما عندهمش كم المعلومات اللي موجوده عندهم. صح. يعني ممكن احيانا يبقى انا بشوف احيانا ممكن يجي لي المراهق يقول لي اصل هو يعني احيانا يبقى الاب والام ما عرفوش يستخدموا التكنولوجي كويس بشكل كافي والابن بيستفيد من ده او بيحاول يستغل ده بشكل كويس، خاصه لو العلاقه بالاسره مضطربه او فيها مشاكل او فيها اهمال، يعني ما فيش فيها الاهتمام او ما فيش فيها الرعايه الكافيه اللي بتخلي الاسر تراقب ولادها كويس وتبقى عارفه هم بيتواصلوا مع مين وبيستخدموا انهي ابلكيشنز بالظبط. تمام. طب هل الاهمال اللي حضرتك بتقول عليه ده من جانب اولياء الامور لابنائهم هو اللي بيوصل للاولاد والاطفال اللي عندهم 10 سنين ان هم حتى يعملوا فيديوهات مش لازم حتى ينشروه على السوشيال ميديا ويكلموا فيها ناس النهارده هشرح لكم النهارده هقول لكم يعني هل ده السبب؟ كنوع من التمثيل ان هو بيحاول يخلق بيئه بديله او جو او ناس يتواصل معاهم زي ما حضرتك قلت كده ان انا هو راح ليه للواقع الافتراضي او راح ليه للعالم الخارجي لان هو ما لقاش ده في التواصل بينه وبين افراد الاسره. فدي بتبقى نقطه مهمه جدا ان احنا ممكن نشجع اولادنا ان احنا هم ازاي يتواصلوا معانا احنا داخليا. احنا دلوقتي حاليا كمان بتلاقي مثلا لما اقول لابن مثلا او الاسره سيب التليفون او ابعد عن يقول لك ما هو بابا وماما اصلا بيستخدموا التليفون على طول. فطيب احنا مسافرين دي حاجة. هم بيقولوا كده علشان بس يعملوا عبء نفسي على اهاليهم عشان ما ياخدوش منهم التليفون. لكن لا هو لما بيجي يعمل الفيديو ولا هي البنت لما بتيجي تعمل الفيديو هي مش عايزه تكلمني ومش عايزه تكلم شاذلي ومش عايزه تكلم حضرتك، هي عايزه تكلم الناس التانيين عشان هي بتسعى او هو بيسعى لحلم الشهره. فهو لما بيجي يقول هشرح لكم هكلمكم مش بيكلمنا اصلا. هو كون ان انا يعني ان هو بيحلم بـ 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 بالشهره او بالانتشار او التميز ده حاجه فطريه وحاجه طبيعيه في البني ادم كله عموما، يعني سواء اطفال سواء كبار اي واحد فينا بيدور على التميز. لكن هو الطبيعي ان هو بيبحث عن التميز ده ايه الدوافع الحقيقيه بتاعته اللي انا اشوفها. هو القلق كله من هوس الشهره على السوشيال ميديا او الترند في ايه، ان احنا عارفين ان هي بتيجي من خلال ايه، ممكن تبقى المحتوى اللي انت هتقدمه او اللي انت هتشير من خلاله ايه، هل هو محتوى قيم يعني في فاليو او في قيمه معينه انت بتقدمها، هل في خدمه انت بتقدمها للناس، هل في حاجه مفيده انت عاوز تنشرها وتعلم بيها الناس، ولا انت خوفك كله من على ابنك او بنتك ان هو يوصل للترند بحاجه تكون غير مقبوله، محتوى غير مقبول او محتوى ما ينفعش ان هو يستمر، وبالتالي هو النهارده ترند او النهارده مشهور جدا بكره هو مش موجود خالص. فاللي هيتعرض له الضغط النفسي او التحول السريع اللي بيحصل مع السوشيال ميديا احيانا بيكون ضغط كبير جدا على الحاله النفسيه بتاعه الفرد. فالدوافع ممكن فعلا تكون عدم الاهتمام من الاسره، وقت الفراغ، الغيره من الاصدقاء احيانا ان يبقى شايف صحابه بيعملوا والناس بتنتشر او فلان قريب عمل، احيانا يبقى الفشل الدراسي ان هو فاشل في حياته ما عندوش نجاحات فعاوز يروح ينجح في حاجه والموضوع سهل بالنسبه له كطفل كدماغ، والموضوع ايه ده انا هفتح الكاميرا واحط اللايت رينج وخلاص وهقعد وهتكلم الموضوع سهل خالص. فيبقى التصور او التخيل ادراكه العقلي او النضج بتاعه بيكون لسه غير كافي ان هو يشوف هو وصل لاي مرحله لسه بتبقى موجوده. طيب. احيانا بقى يبقى في ناس بتحب الظهور. في ناس بتبقى بطبيعتها اهلهم مدعمين فيهم حته انت ليه ما تظهرش وليه ما تبقاش ستار، وتبقى فيبتدي يحط ابنه في ضغط نفسي تاني مختلف شويه. فدي ممكن تكون احد الدوافع يعني للحب الهوى الشهره.
طيب دكتور، نجوم المجتمع والمشاهير دايما الناس لما بتشوفهم في الاماكن العامه بتروح عشان تتصور معاهم، لكن ان نلاقي الاطفال دلوقتي بيدوروا على اليوتيوبرز الموجودين، في منهم طبعا بلا شك ناس بتقدم محتوى هادف ومحتوى محترم جدا على اليوتيوب، لكن في بعض الناس بتطلع على اليوتيوب بتقدم محتوى ما اسموش محتوى، يعني خلينا بقى ايه واقعيين، ده ما يعتبرش محتوى بالزبط. بتقدم الولا حاجه زي ما بنقول لكن بنلاقيهم موجودين في الشارع ونلاقي الاطفال طالعه تجري تتصور معاهم، عايزين يتصوروا معاهم بالظبط. انا ازاي بقى اشوف وتابع ابني واشوف مين الشخص ده وبيقدم ايه، ولو ما بيقدمش محتوى ازاي اقدر ابعد ابني عنه بالراحه، لان انا لو جيت قلت له لا ما تتفرجش عليه ما تعملش خلاص بقى ده يعني المعيار، هيبقى هو بيتابعه عشان يعمل زيه. طيب كلام حضرتك جميل، هو الطفل بالنسبه له او من وجهه نظره او الحاجه اللي هي ذات قيمه عنده ممكن تكون مختلفه عن القيمه بالنسبه لي، هو بالنسبه له يوتيوبر او اي حد فيجر او اي حد ممكن ما يعرفش مين المشهور ده او ما يعرف، لكن هو قاعد على اليوتيوب وشايف مثلا او السوشيال ميديا وشايف ان فلان ده بقى يوتيوبر مثلا او بلوجر او اي حاجه او مشهور، هو يعرفه اكتر من انت ما تعرفه. هو عارف مدى تاثيره على السوشيال ميديا اكتر من اي شخص ممكن يكون معروف تاني، فهو بالنسبه له الشخص ده مهم لانه ممكن بعد شويه يبقى هو ده الفيجر بتاعه، هو ده اللي انا عاوز اوصل له. هي بصراحه الهوس بالسوشيال ميديا او اي حاجه الاطفال بتجري حواليها هي بتبقى فرصه كويسه او فرصه جيده للوالدين ان احنا نبتدي يبقى في حاجه مشتركه ونقطه اهتمام دايما الولاد بيجروا وراها، بس محتاجه مني انا كاب او كولي امر محتاجه مني وقت شويه. يعني انا همشي معاك اشوف انت مهتم بايه، ويبقى في فرصه هنا للمراقبه وللمشاركه وكل حاجه ان احنا اللي انت بتدور عليه ده ايه الفاليوز بتاعته، ايه ده مدى الاستمراريته، طب الناس اللي مشيت فيه قبل كده راحت عليه. لو فتحنا كلام فاليوز الموضوع اتقفل، احنا اصلا لو فتحنا ايه القيمه خلاص الموضوع اتقفل منه، لان هو كطفل مش عايزين قيمه اصلا بالظبط، لان هو كطفل لسه ما عندوش فاليوز. يعني احنا كلنا عارفين ان الضمير بيتكون في مراحل متاخره، هو الطفل بيتولد بغرائز، بيتولد باحتياجات نفسيه عايز يشبعها وعاوز يستمتع بحياته وعاوز ينتشر وعاوز يبقى حاسس ان هو مقبول واللي حواليه بيشجعوه معروف ومشهور، يعني حاسس ان هو يبقى ما يعني في احتياجات نفسيه بياخدها من خلال علاقته مع الاخر. قصه بقى الصح والغلط والحاجات دي احنا بنعلمها له او بيكتسبها من خلال التعليم بقى، سواء التعليم الاجتماعيه بتاعت العادات او الدين او الشرع او القانون او الحاجات دي، فهو لسه ما عندوش يعني ايه فاليو، هو بالنسبه له عقله ما بيدركش حجم الخطر اللي هو فيه، وده اللي احنا بنشوفه في الواقع في العيادات، بنلاقي الولاد دخلت على ابلكيشنز او دخلت على حاجات هو ما يعرفش انه كان هيتعرض او الحاجات دي. يعني مثلا في شفت مره طفله كانت الطفل بنت دي هي بتسجل زي ما حضرتك قلت كده فيديوهات، وفي حد على اليوتيوب يلا ابعتوا لي الحاجات اللي انتوا بتسجلوها علشان انا، وهو معروف على كيوتيوبر ومعروف ان هو هياخد الحاجات دي، وبدا يتواصل مع الاطفال دول من خلال تشالنج خاصه بينهم، طب تكلموني على الرقم الفلاني، فالبنت جت ان هي بدات تحس بنوع من الخوف والاهل عرف الموضوع طب نتصرف ازاي، بدا يخش في مقاومه مع البنت شويه، ازاي نخليها تبطل تتواصل مع حد ما تعرفوش، ازاي نبطل انها تتعرض لمخاطر هي مش مدركه الحجم بتاعها ايه. يمكن حضرتك بتسمع ناس كتير عرفوا او تواصلوا او كونوا علاقات او تعرضوا لاذى من خلال شبكات التواصل الموجوده، فدي تبقى نقطه يعني مهمه جدا، انا هتعامل مع الطفل لحد فين وفي النقطه اللي هو فيها، احنا مركزين على حته الرقابه على قد ما بقفش في سكته، يعني مش هقول له لا ما تعملش وما تروحش، لا اعمل بس تعالى نعملها مع بعض، وهنا بقى هي بتبقى الديبيت الكبير او الاشكاليه الكبيره اللي دايما كل الاسر بتقع فيها وكل الناس بتبقى موجوده فيها، خاصه ان السوشيال ميديا سهل جدا، هو معاه التليفون بيستخدمه في اي وقت بيستخدمه في اي مكان، فالموضوع بيبقى سهل، فاحنا عايزين نحط قواعد تمام ازاي ونخصص ارشادات عامه، وزي ما حضرتك قلت انا قبل ما هديله التليفون او اللاب او الايباد او اي حاجه عشان يبتدي يستخدم معاها لازم حاطط له المعلومات الاساسيه. وهو كان المجلس القومي للطفوله والامومه كان عامل مبادره كده عن البصمه الرقميه، وكان انهم عاوزين يعرفوا الاطفال خلي بالك وانت قاعد على السوشيال ميديا انت متشاف، انت بتتعرف، انت بتعرف، فلازم انا اكون عندي توعيه بالحته دي وابتدي اقلل عشان يبقى عارف هو امتى هيوصل لده وامتى هيقدر يستمتع بالحاجه اللي هو بيعملها. اكيد. كل الشكر ليك دكتور امجد احمد جبر استاذ مساعد الطب النفسي بجامعه الازهر، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم.